الثانية إعدادي مهندس اتكيول شرم الشيخ. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنبدأ مراجعة الجغرافيا في الترم ده إن شاء الله. الجغرافيا عندنا ثلاث دروس رئيسية، الدرس الأول وهو النشاط الزراعي، التاني الثروة الزراعية والمحاصيل الزراعية، والدرس الثالث هو نشاط الثروة الحيوانية في الوطن العربي. نفكر مع بعضنا كده، الدرس الأول النشاط الزراعي. لما يجي يسألك في الامتحان يقول لك لما تفسر أهمية الزراعة. الزراعة ليها ثلاث أهميات كبرى. الأولى إن هي بتوفر لنا الغذاء، ده شيء رئيسي. الحاجة الثانية إن هي بتدخل كمواد خام من الصناعة زي القطن، زي القمح، زي المطاط، دي كلها محاصيل تدخل في الصناعة تطلع منتجات رئيسية. الحاجة الثالثة إن هي توفر فرص عمل للشباب. بيشتغل بيها نسبة كبيرة جدا من الوطن العربي، تكاد تقترب من 50% من سكان الوطن العربي بيعملونها في نشاط الزراعة. لما يجي يقول لك عوامل قيام الزراعة، عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي. عندنا عوامل اثنين زي ما خدناهم من رابعة ابتدائي، عوامل طبيعية وعوامل تانية بنسميها عوامل بشرية. نبدأ بالعوامل الطبيعية. العوامل الطبيعية تتمثل في المية العذبة، تتمثل في التربة، تتمثل في المناخ. تمام؟ العوامل البشرية تتمثل في أربع موارد رئيسية في العوامل البشرية: رأس المال، رأس المال، السوق، والنقل، والأيدي العاملة. دي العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. والحاجتين بيجوا في الامتحان على هيئة اختر أو صح غلط، أو بيجي على هيئة لما تفسر. نبدأ واحدة واحدة مع بعض. المية عندنا في الوطن العربي تتمثل في أربع مصادر رئيسية. المصدر الرئيسي في الوطن العربي من طريقة كبيرة وهو مياه الأمطار. مياه الأمطار. وزي ما اتفقنا في الترم الأول إن احنا عندنا في الوطن العربي نوعين من الأمطار، الجزء في الشمال هو أمطار شتوية، والجزء الجنوبي يعتمد على مياه لفصل الصيف، إنما الجزء في النصف هو إقليم صحراوي حار تكاد تنعدم فيه الأمطار. في مياه تانية تمثلها بمياه الأنهار. مياه الأنهار تتمثل في أنهار زي نهر النيل، ده موجود دولتين مصر والسودان، وعندنا مياه في نهر الدجلة، دجلة والفرات، وده موجود في دولة العراق الشقيق، وفي نهرين أول مرة ناخدهم موجودين في الصومال، هما نهر دجلة، نهر جوبا وجبيلي، ده موجود في دولة الصومال. يبقى عندك مياه موجودة عندنا مية نهر النيل مصر والسودان، مية الأمطار، مية دجلة والفرات في العراق، وجوبا وجبيلي في الصومال. المصدر الثالث هو مصدر مياه الجوفية الموجود في الواحات، زي عندنا في مصر كده واحد سيوة. يجي في الامتحان يقول لك المصدر، يسألك في الامتحان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في الوطن العربي هو مية الأمطار. الشيء الرئيسي أو أغلب الوطن العربي بيعتمد على مية الأمطار زي المغرب والجزائر وتونس والصومال واليمن وعمان وموريتانيا، الدول دي كلها تعتمد على مية الأمطار. لكن دول صغيرة جدا أو قليلة جدا تعتمد على مية الأمطار زي مصر والسودان والعراق الصومال. نبدأ التربة. التربة الخصبة موجودة في جنب مياه الأنهار زي مياه نهر النيل ومياه أو جنب مياه دجلة والفرات أو مياه جوبا وشبين. وموجود عندنا في العربي التربة الخصبة كمان موجودة في الواحات المصرية أو الواحات العربية. المناخ. حقيقة إن المناخ في العربي مناخ متنوع، الجزء الشمالي مناخه معتدل والجزء الجنوبي مناخه حار. ده ساعد على عملية تنوع المحاصيل الزراعية وساعد على تبادل المنتجات أو تبادل المحاصيل الزراعية وتحقيق اكتفاء ذاتي ما بين الدول الوطن العربي. يبقى تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل. ودي بتيجي على السؤال ما النتائج المترتبة على التأثير بما تفسر؟ بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي هو بسبب تنوع المناخ. ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ أو تنوع المحاصيل الزراعية؟
دي اسمها العوامل الطبيعيه لمكان الزراعه. العوامل البشريه تتمثل في راس المال، وده مهم جدا في اقامه المشروعات الزراعيه، وده موجود في دول الخليج العربي. دول الخليج زي قطر وعمان والبحرين والسعوديه والكويت، دي دول عندها اموال كتير من خلالها تقدر تستثمر الوطن العربي نعمل مشروعات زي ما حصل كده في مصر. عندنا مشروع توشكا او مشروع طريق السلام، الحاجات دي منتجه مصاريف كتير او ممالك كتير موجوده في دول الخليج. السوق قال لك ان السوق الوطن العربي تنوع المحاصيل وزياده عدد السكان ادى الى ان الانسان او ادى الى الوطن العربي يزيد عمليه استثمار في المحاصيل. يبقى زياده الطلب هيؤدي الى زياده الاهتمام بالزراعه. النقل، وده معروف جدا لنقل المنتجات الزراعيه من المنطقه الزراعيه الى المنطقه المستهلكه للمنتجات. والايدي العامله عندنا ايدي عامله متوفره وبكثره في الوطن العربي. اخر جزئيه في الدرس ده بتتكلم عن مشكلات الزراعه. ايه هي مشكلات الزراعه؟ مشكلات الزراعه مشكلات كتير قوي، ابرزها واحد عدم استغلال كافه الاراضي الزراعيه. بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى ان مش كل الارض الزراعيه العربي مستغله. ليه؟ لان في اماكن فاضيه مش مستغله زي اجزاء كتير قوي من السودان غير صلاح للزراعه بس مش مستغله في مجال الزراعه. او مشكله تذبذب الانتاج. يعني السنه دي انتاج ضخم، السنه الجايه انتاج قليل، بيزيد بيقل، مش ثابت الانتاج الزراعي بتاع الوطن العربي. السبب في كده ايه؟ بما تفسر هو بسبب الاعتماد على مياه الامطار. يعني بنجيب ميه المطر ونشتغل عليها، فميه المطر مش ثابته، ممكن تزيد ممكن تقل، ما فيهاش اي ثبات للانتاج بتاعها. الحاجه الثالثه وهي عدم اللي هي التصحر، دي مشكله كبيره جدا. التصحر هي معنى ضعيفه ايه؟ هو تناقص قدره الارض على انتاج النبات. يعني السنه دي انتجنا من الارض دي او الفدان ده 20 شجره قمح، السنه الجايه اصبحوا 19 18 وبدات تقل نسبه الانتاج الزراعي منها. يبقى التصحر تعريفه ايه؟ هو تناقص قدره الارض على انتاج النبات. طيب التصحر ده ليه اسباب بما تفسر حدوث مشكله تصحر في الوطن العربي. اسباب كتير من ضمنها يا سيدي علم معاك، واحد تذبذب وقله الامطار. المطر بيبدا يقل يقل يقل، فالمنطقه دي اصبحت صحراويه واصبحت غير صالحه للزراعه. تخيل المنطقه بتاعت شمال افريقيا دي كلها من تقريبا من 300 سنه كانت عباره عن غابات، اصبحت المنطقه دي بقت تقل 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 والبلد تختفي تماما. الحاجه الثانيه زحف الرمال. الرمله بتاعت الصحراء بتيجي على الارض الزراعيه، بعد فتره اصبحت الارض الزراعيه تحت خالص وفوق خالص طبقه من الرمال، فاصبحت غير صالحه للزراعه او انتاج الزراعي بدا يقل. ثلاثه الرعي الجاف. ايه الرعي الجاف؟ ان المطر اللي بينزل طلع مجموعه صغيره جدا من الحشائش، المفروض سنه سنتين ثلاثه يكون حجم الحشائش كبر وابدا اكل من الجزء الاول بتاعها. لكن عندنا في الوطن العربي ما بيحصلش كده خالص، اول ما تنزل المطر طلع مجموعه حشائش صغيره بيتم رعي الاغنام فيها، تختفي الحشائش بالبذور، لما تنزل مطر ما تنزلش مطر مش هيطلع فيه اي نبات تاني، خلاص المنطقه دي اصبحت منطقه جافه. لو نزل فيها مطر ما نزلش مطر مش هيطلع فيه نبات تاني، لان حصل موضوع اسمه الرعي الجاف، رعي بطريقه غير منظمه. او استخدام محاصيل مجهدة للتربة. يعني ايه مجهدة التربة؟ يعني تمتص كمية كبيرة جدا من غذاء التربة. يعني الأرض بزرعها مثلا 7 8 سنين ورا بعض في السودان، خلاص الأرض نشفت مش هتطلع إنتاج تاني، زي ما تخيل البني آدم بيفطر ويتغدى ويتعشى فول، تمام؟ خلاص جسمه ضعف. ليه؟ لأن مفيش حاجة تاني تقدر تكمل تكوينه الجسماني او تزود انتاجه. مفيش خط جسمه بيتعود على شيء واحد بس، فاصبحت الارض الزراعيه
ماتت بمعنى صح، او بيقولوا عليها ان هي حصل لها عمليه تصحر. الاسئله تيجي ازاي في الدرس ده؟ بتيجي كالاتي، يقول لك بما تفسر الزراعه اهميه، هقول توفر لنا غذاء، توفر لنا مواد خام الصناعه، توفر لنا فرص عمل للشباب. بيجي يقول لك افطر من العوامل البشريه ايه؟ هقول كذا او كذا او كذا او كذا، او من عوامل طبيعيه زي المناخ، التربه، المياه. او يجي يقول لك صح وغلط، المصدر الرئيسي للمياه العذبه في الوطن العربي مياه الانهار، غلط، هو ميه ايه؟ الامطار. او يجي يقول لك تعتمد الزراعه في العراق على نهرين، نهر مهط ونقط، فاقول دجله وفرات. او تعتمد الزراعه في الصومال على مياه انهار، فاقول نهر جوبه وشبيه. او يجي يقول لك ما توجد التربه الخصبه، توجد التربه الخصبه في مناطق، اقول بجوار الانهار زي نهر النيل، دجله وفرات، جوبه وشبيلي، او في الواحات. طيب بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعيه الوطن العربي هو بسبب تنوع المناخ. او يجي يقول لك بلدين مترتبه على تنوع المناخ الوطن العربي هو تنوع المحاصيل. او يجي يقول لك توجد راس المال في دول هو دول الخليج. او نتائج مترتبه على زياده الطلب على المنتجات الزراعيه او زياده الاهتمام بمجال الزراعه. طب يجي يقول لك تواجه الزراعه في الوطن العربي عده مشكلات، دلل او اثبت او برهن. هقول عدم استهلاكات الغار الزراعيه او تذبذب الانتاج او التصحر. او يجي يقول لك بما تفسر حدوث مشكله تذبذب الانتاج الزراعي هو بسبب اعتمادنا على المصدر الرئيسي وهو ميه الامطار. او يقول لك ما المقصود بالتصحر؟ هو تناقص قدره الارض على انتاج النبات. او يجي يقول لك بما تفسر حدوث التصحر، اقول اي سبب من الاسباب دي؟ تذبذب او قله الامطار، سحب الرمال، راعي الجدار، استخدام المحاصيل الموجوده بالطرق. وكده احنا خلصنا الدرس الاول بالنسبه للنشاط الزراعي. تمام؟ نبدا الدرس الثاني وهو الثروه الزراعيه لدى الوطن العربي. المحاصيل الزراعيه الوطن العربي بتنقسم الى محاصيل متنوعه، نبداها مع بعض ونقسمها التقسيم بتاع الكتاب. اول حاجه محاصيل او بنسميها الحبوب الغذائيه. بيعتمد عليها الانسان في غذائه. او حبوب منتجه للسكر بنسميها محاصيل سكريه. أو محاصيل ثالثة بنسميها محاصيل الألياف تدينا ملابس. أو محاصيل ثالثة بنسميها محاصيل اللي هي الأشجار المثمرة، شجر ناخد منه إنتاج. حبوب غذائية بيعتمد عليها سكان الوطن العربي، تزرع منها كمية كبيرة، يبقى أكثر حبوب تزرع الوطن العربي هي الحبوب الغذائية، يعني أكثر من السكرية، أكثر من الألياف، وأكثر من الأشجار المثمرة بالمرة. طيب، أكثر أو الأكثر زراعة. هناخد أهم الحبوب الغذائية في الوطن العربي. هناخد محصولين القمح والأرز. القمح ده محصول شتوي. بيتزرع في المناطق المعتدلة المناخ، موجود في أكثر دولة هي دولة مصر. الأرز محصول صيفي. بيحتاج حاجات خصوص زراعته صعبة جدا، اللي هي مياه وفيرة، مياه كتير، تربة ثقيلة، ومناخ حار. يعني الكلام ده بيحصل يعني بيجيب الحبوب بتاعت القرص يحطها على الارض ويغرق الارض ميه بارتفاع مثلا 4 متر 3 متر، وبعد كده بيسيبها شهرين ثلاثه تبدا الميه تشربها واحده واحده، وبعد كده يبدا المحصول يطلع لوحده بعد 3 شهور. يبقى محتاج ميه كتير وتربه ثقيله، تربه ما تشربش الميه بسرعه، عايزه تاخد فتره طويله جدا قدامها عشان تشرب، ومناخ حار. عشان كده يقول لك بما تفسر القرص اقل الحبوب. لما تفسر ليه قليل؟ لانه محتاج الظروف دي، مناخ حار، تربه ثقيله، ومياه وفيره. ما بيتزرعش غير في منطقتين، مصر ودي الاولى والعراق. وخصوصا في الدلتا، سواء دلتا مصر دلتا النيل او دلتا العراق اللي هي دجله وفرات. محاصيل سكريه بتنتج سكر زي محصولين، محصول القصب ومحصول البنجر. كلامنا كله عن محصول القصب. القصب ده بيحتاج ايه؟ قال لك بيحتاج مناخ حار عشان يزرع في الصيف، ومناخ حار، ويحتاج كمان تربه خصبه، يعني تربه جيده يعني ما ينزلش في الرمله،
وكمان القصب ده مهم جدا، بيتاخد منه حاجات كتيرة أوي. زي إيه يا مستر؟ زي أول حاجة ممكن ناخد منه السكر، اتنين بناخد منه الأخشاب، تلاتة بناخد منه بناخد منه سكر القصب، وبناخد منه خشب. طيب القصب هو اللي بيحصل في الورق، وبنوجود في مصر والسودان. البنجر مالي اسما فقط عندنا. طيب محاصيل الالياف تصنع منها ملابس، ابرزها هو محصول القطن طبعا، هو القطن المصري. القطن ده محتاج حاجات كتير قوي. محتاج ايه القطن؟ اول حاجه الكالسيوم، عامل زي الفشار كده يا جماعه، تمام، بينزرع في الاماكن الحاره تحت عندنا في مصر في الصعيد، تمام، شجره تطلع كده، تطلع بذور صغيره، وبعد كده بينشفوا التربه من غير ميه خالص شهر اثنين، تبدا البذره نفسها تنفتحها غصب عنها من الشمس ومن الحراره زي الفشار كده، وتعمل كده كتله من القطن. بيتجمع يدوي، يعني بيجمعوه الفلاحين بايديهم، مفيش مكان بيجمع. يبقى محتاج ايه؟ محتاج سيف او مناخ حار، محتاج عمال كتير او ايدي عامله عشان يجمع بايديه، ومحتاج تربه خصبه. تربه خصبه. طب مهمته ايه؟ او بيتاخد منه ايه؟ اول حاجه بيتاخد منه الاقطان اللي هي الملابس، بيصنع منه ملابس. وبعد كده اللي بيتبقى بيصنع منه حاجتين، يا اما بيصنع منه الاعلاف، بيتطحن وبيتاكل حاجات الحيوانات، او بيتاخد منه الزيوت. اكيد سمعت عن زيت القطن. ده اسمه القطن. موجود فين؟ موجود في دولتين، مصر والسودان. اخر حاجه اشجار مثمره، ودي اشجار بقولها في العربي كتير، زي التمور اللي هو النخل والموالح والكروم. الكروم هو العنب. التمور ده موجود في دولة العراق، وتقريبا كوطن عربي بنمتلك منه 90% من الوطن العربي، من الاشجار النخيل في العالم من الوطن العربي. الموالح بنمتلك 10% من الانتاج العالمي، موجود في دولة فلسطين. انما العنب او الكروم ملك، هو موجود في المغرب بس ملك عام. دي اسمها الثروه الزراعيه او الانتاج الزراعي، عشان ما ننساش مع بعض. قوة غذائية، قمح وقرص. قمح موجود في مصر والقرص موجود في مصر برضه. القصب موجود في مصر والسودان. القطن موجود في مصر والسودان. والتمور او النخيل موجود في العراق 90% من انتاجه، والموالح في فلسطين. ده اسمه الانتاج الايه؟ الزراعي في الوطن العربي. ركز معايا في اهميه القصب واهميه القطن في الوطن العربي. هنا بيصنع منه السكر والاخشاب والورق، وهنا بيصنع منه الملابس وعلف وسلم. ان شاء الله باذن الله نكمل المره الجايه عن نشاط حيواني في البيئه او وطن العرب. اشكركم.